ابدأ. ايه ابدأ دي؟ ايه مبادرة ابدأ دي؟ يعني ايه ابدأ؟ المبادرة دي، وارجوك لو انت بتسمعني ولسه ما رحتش ابدأ انت الخسران. المبادرة دي بتعمل ايه؟ تقول لك تعال، انت ايه طموحك؟ إيه عادي كده وانا مش ابن حد ولا مهم ولا مثلا محتاج حد يوصي علي؟ لا 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 خالص. حاجة اكتب ابدأ على الانترنت كده هيطلع لك كل عناوينها. روح، انا والله بس انا يعني بتكلم في ارقام بسيط. روح. طب انا بقى بتكلم في مليارات. روح. الا طب اروح، هم يعني هيقابلوني عادي زي بقية الناس؟ هم ما بيقابلوش الا الناس العادية. طب عشان ايه؟ عشان يحقق لك فكرتك. طب يحقق لي فكرتي ازاي؟ ده انا محتاج تمويل. عنده التمويل. طب لا العكس، انا معايا التمويل بس محتاج الارض. عنده الارض. طب العكس، انا معايا التمويل والارض بس واقف عشان الرخصه. هيجيب لك الرخصه. ابدا. حدوته كبيره جدا، حدوته مصريه حديثه وعصريه. ابدا حدوته مصريه حديثه وعصريه عشان الصناعه تمشي. فشفنا النهارده منتج فخم بقى من البني ادمين، شاب اسمه محمد وفائي، مدير تطوير الاعمال بمصنع محركات. ده نموذج او ده حصاد ابدا. هو كان عنده فكره. خلونا نشوف الاول جزء من الكلمه بتاعته ونشوف عمل ايه مع ابدا، وهو كان بيعمل ايه قبل ابدا، وابدا اضافت له ايه. محمد وفائي كان فين النهارده؟ كان يتحدث امام رئيس الدوله والدوله كلها قاعده. مين اللي عمل كده؟ ابدا. طيب محمد وفائي ابن السيد الوزير محمد وفائي شاب عادي راح ابدا، بس عنده فكر، بس عنده رؤيه. تعالوا نشوف النهارده قال ايه قدام السيد الرئيس. صباح الخير يا فندم. النهارده احنا موجودين في مصنع محركات بنزين وسائل النقل الخفيف. ده اول مصنع من نوعه في الشرق الاوسط وافريقيا. النهارده بنحتفل مع سيادتك بانتاج اول محرك مصري. المصنع على مساحه 13000 متر مربع باجمالي تكلفه استثماريه 330 مليون جنيه مصري. الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل لربع مليون محرك سنويا، نسبة المكون المحلي 70%، مدخلات إنتاجية مصرية. يصل عدد العمالة إلى 120 عامل. تم بالفعل نقل تكنولوجيا صناعة المحرك من الجانب الصيني بالكامل إلى الجانب المصري، وتم الانتهاء من تدريب كافة الكوادر المصرية على جميع مراحل الإنتاج وهم خمس مراحل إنتاجية. تم الحمد لله اجتياز المحرك لكافة اختبارات الجودة وفقا واشتراطات الجودة الصينية والدولية. حابين نقول لسيادتك كل سنة وحضرتك طيب يا رب، وكل عمال مصر طيبين. شكرا يا فندم.